مغرب، ديما هلال، ديما مغرب، ديما هلال. بالخير من جينا والناس تقول لنا سواء في المغرب او في السعوديه او في كل العرب، يقولون جمهور المغرب المحلي غير المنتخب من اكثر الجمهور مجانين، مجانين كرويا طبعا تبي تشوفهم في الملعب. فحنا متحمسين وشوي خايفين مترددين ان نشيل، بس بنشيله، الامور طيبه. الان متجهين الملعب ان شاء الله، نعتبر متاخرين نوعا ما لانهم يقفلون طرق بدري، لكن ان شاء الله انها بتزيد. جمهور الوداد ويا الاخوان، اخوان اخوان بلدنا الثاني والله. مرحبا بكم، مرحبا الله، الله يسعدكم. بلدكم بلدكم حبيبي والله، حبيبي حبيبي ما في شك والله، والله من اليوم محبون. الله يجزاك خير. بدر الله الكريم، بدر الله يوم رجع الرحيم. لا والله ابو حاج، لا 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 لا، وزع طيب. ارحب ارحب بالمزعاج، كفو كفو بحش، حتى هنا اعمال خيريه. اسال عط 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 الجمهور المغرب يا اخي خلهم. انا شفتها من التلفزيون قبل، وراي شهادتنا مجروحة صراحة في المغرب، ان اخواننا العرب ونشوف نشوف ابداعاتهم والملاعب اللي عندهم على احسن ما يكون، على زي ما اقول فايف ستار ما شاء الله تبارك الله. وديما مغرب وصلت اليوم الحمد لله للرباط وحاضرين ان شاء الله للفاينل. ما يحتاج نتكلم عن التنظيم، المغرب لها باع طويل في التنظيم وما شاء الله تبارك الله، زي ما شفنا لا من ناحية او شيء الشعب المضياف، الخدمة كانت في المطار على اكثر شيء سلاسة ممكن تشوف، خدمه الباصات اللي وصلتنا، التنظيم، الوصول للملعب كان سهل، اسهل مما اتوقع يعني، لدرجه نحن في الطريق مرينا. لا حقيقه التنظيم كان جميل جدا، مع ان بدايه اول مباراه كانت مع الوداد كان جمهور الوداد صعب شوي، بس يعني كان في اجراءات تسهيل للسعوديين، دخلنا والملعب ما في اي مضايقات، لكن الجمهور المغربي كان يعني كنا واحد والحمد لله جرات. وفي طنجة نفس السيستم، ملعب بطوطة جرات سهلة جدا، الطرق سهلة، ما في أي مضايقات بالباص البراق أو بالسيارة، كلها كانت جميلة جدا. بالعكس ما ودنا بطولة تنتهي، لكن وصلنا للنهائي إن شاء الله أنها مربوحة بإذن الله. ما شاء الله التنظيم سهل جدا وممتاز، يعني سهولة الوصول، سهولة التذاكر وكذا جدا رائع، ما شاء الله التجهيزات ممتازة، روعة الملاعب جدا، تنظيم الأجواء رائعة، وإن شاء الله اليوم فوز هلالي إن شاء الله. أول شيء أشكر حكومة المملكة المغربية، حكومة وشعبا وجلالة الملك على النجاح هذا المونديال، أنا أبارك لهم فيه، نجاح عظيم جدا. دائما ما تثبت المغرب أنها هي قادرة على استضافة كبرى المحافل الدولية والإقليمية والعربية أيضا. اليوم احنا في كرنفال عالمي ونشوف وتوج الكرنفال العالمي هذا، أنه في فريق عربي أيضا، الفريق الهلال السعودي متواجد في النهائي، وأجواء جميلة جدا، يعني الهلال السعودي يلعب في الرباط وكأنه يلعب في العاصمة السعودية الرياض، كثير من الجماهير المغربية داعمة مؤازرة للفريق الهلال السعودي، وهذا غير مستغرب على اخواننا في المملكه المغربيه حكومه وشعبا. احنا مش اخوه وفقط، احنا اخوه ونسب وروح ودم، فالله يجمعنا ولا يفرقنا يا رب. المغرب ما شاء الله تبارك الله، يعني لها يعني باع كبير في الرياضه بجميع انواعها، الرياضه الكوره وجميع انواع الكوره، ودائما متميزين ودائما فايزين ما شاء الله، فاي بطوله زي هذه قادره تنجح وبجداره ما شاء الله. أما الروح ما شاء الله، ما أنت شايف ما شاء الله روح جميلة، وأتمنى يا رب كل واحد له رغبة يدخل إنه يدخل، لكن التذاكر أنتم عارفين مشاكلها، يا رب كل واحد يدخل إن شاء الله. يعني أنا صحيح أنا ما أعرف كم تاريخ هذا، كم تاريخ لا إله إلا الله ما شاء الله، شامخ شامخ ما شاء الله. لأن أشكر يعني البلد المنظم، أشكر المغرب لأنه صراحة تنظيم راقي جدا واستقبال حافي جدا. مباراة اليوم كانت مباراة قوية مثل ما شفناها، كانت سجال بين فريقين قويين صراحة يستحقان كلاهما الصعود للمرحلة القادمة، لكن الحمد لله توفقنا في الأخير في ضربات الترجيح. أهنئ اللاعبين على المجهود والروح العالية اللي أبدوها اليوم، وما شاء الله دائما للأمام إن شاء الله، مو هو بغريب على دولة مثل المغرب المملكة المغربية هذا التنظيم، ونتمنى نشوفهم إن شاء الله في المقدمة. جو أخذنا شوي فسحة لما جينا هنا، والحمد لله يعني على احسن ما يكون ما شاء الله.
وديما مغرب. الله يشوفها في أفضل حال وحردك لأخواننا المغاربة، مبروك فوز لأخواننا الهلاليين، وهذا بلدنا الثاني ما يحتاج. الله يبارك لك. أجواء جدا جميلة في المغرب وداخل الملعب وفي كل مكان هنا، استمتعوا بأي نتيجة كانت، احنا جينا مستمتعين. مباراة قوية بزاف. أنا أحيي الجمهور المغربي كله مع الهلال متضامنين، هذا يكلمك أن العرب يد واحدة. إيش تتمنى؟ نتمنى أنه بس تعدي المباراة على خير إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيك حبيبي، بارك الله فيك حبيبي، بارك الله فيك حبيبي. نحن ما يعني من حق الجمهور اللي يشجع الريال أنه يشجع الريال، نحن يعني ما نبغى نزعل على الجمهور المغربي لأنه هو أصلا من عشاق الريال منذ الصغر، فنحن ما نلومهم، لكن الجمهور اللي ما يشجع الريال لازم يكون في صفنا ان شاء الله، ونسمع سير طول المباراه خاصه بعد ان شاء الله كرتهم معاهم ان شاء الله تكون براها اسهل شوي. لا اقول المغربيين يشجعون الهلال نعم. الهلال غير كذا، تعالوا جينا معاهم الهلال. انا مغربي وغادي نشجع مع الهلال. هاو انا مغربي، المغرب يشجعون الهلال. انا غادي نشجع الهلال، نشجع الهلال. امال احنا راه عرب، خاصنا نشجعوا خوتنا العرب صح ولا لا؟ ايوه هادشي ثلاث مره داخل بس حلو مره المباراه، ثلاثنا كثير.